السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد المكرمي من نادي الهندسة الكهربائية. اليوم معنا اللقاء مع المهندس عبد الرحمن الصنيع، وبإذن الله في هذا اللقاء راح يجاوبنا المهندس عبد الرحمن عن بعض التساؤلات، وراح يعطينا نبذة عن الديزاين جروب اللي هو فيه، وراح يعطينا بعض النصائح عامة. أتفضل أخ عبد الرحمن، يا ريت تعطينا نبذة عنك واسم الديزاين جروب اللي أنت فيه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن بن فهد الصنيع، طالب في المستوى العاشر قسم الهندسة الكهربائية جامعة الملك سعود، للديزاين جروب الباور الكترونكس. والنعم والله وقواكم الله. وياك إن شاء الله. ننتقل للسؤال اللي بعده، وش المشكلة اللي في الديزاين جروب حقك اللي يحاول يحلها مشروع تخرجك؟ طبعا زي ما قلنا احنا الديزاين الجروب حقنا هو الباور الكترونيكس، هو عبارة عن باور والكترونيات، يعني راح يكون عندك خلفية قوية في الباور وفي الالكترونيات، يعني زي ما تقول هو استخدامات الالكترونيات في أنظمة الباور. الالكترونيات مثل الكونفرتر الانفرتر الريكتيفاير، كيف نستخدمها في الباور سيستم. طبعا مشروع التخرج حقنا هو المالتي تيرمال دي سي، او موديلنج اند اناليسيس اوف مالتي تيرمال دي سي فور رينيبل انرجي انتجريشن. طبعا راح المشروع طبعا هو ربط بين اربع اي سي جريدز من خلال دي سي لينك، طبعا وهذا راح يعطينا مميزات كثيره، مع اضافه طبعا البي في سيستم. راح يكون بامكاننا انه نضيف البي في سيستم دايركت، بحكم ان البي في اصلا يعطينا دي سي فولتج او دي سي باور، فما راح يكون نحتاج انه انفرتر او شيء، بحكم انه دي سي لينك مع دي سي سورس اللي هو البي في سيستم. ايضا راح يكون فيه من خلال الكونفرتر اللي هو الباور الكترونكس الكونفرتر بالتحديد، او الام ام سي كونفرتر بالتحديد اللي احنا اخترناه في المشروع، راح يكون بامكاننا انه نتحكم بالباور فلو بشكل كبير او بشكل مرن اكثر. طبعا ممكن انه الان من خلال الاي سي تتحكم، لكن من خلال الكونفرتر الام ام سي او الدي سي من خلال الباور الكترونكس الام ام سي كونفرتر تتحكم بشكل كبير مره، بشكل مرن، وبحيث ما تتاثر الشبكه نفسها. ايضا انه من خلال الام تي دي سي نقدر نسوي مثلا ربط بين شبكات، زي ما قلنا احنا اربع شبكات، حتى لو الفريكوانسي او الترددات بينهم مختلفه، بحكم ان دي سي فما راح يعني راح نربط بينهم بدون ما نحتاج اي شيء. طبعا احنا عملنا في المشروع نسوي اناليسز وموديلنج وتصميم، يعني اول شيء سوينا فيه التصميم، صممنا الجريدز المالتي تيرمينال، صممنا الكونفرتر واخترنا الكونفرتر الام ام سي من بين انواع كثيره، وايضا البي في سوينا له تصميم، وسوينا اختبارات ايضا، وسوينا يعني نشوف الكيس مثلا الورست كيس، نشوف نطفي، نشوف السلوك البي في سيستم كاسيستنس، ونشوفه كمصدر رئيسي، يعني نسوي تحليل لجميع الوضعيات. ما شاء الله ممتاز. ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال الثالث، وش الصعوبات اللي واجهتها خلال مسيرتك الجامعية؟ وكيف قدرت تتجاوز هذه الصعوبات؟ طبعا الصعوبات في الحياة الجامعية طبيعية، يعني راح تمر في صعوبات، ومثل يعني مثلا أبسطها ضغط المواد، أحيانا اللغة، أحيانا قل المصادر لنفس المواد اللي أنت فيها، أحيانا ضغط اختبارات. يعني أول شيء يعني أنه طبيعي جدا أنك أنت كطالب أنك تتعرض لبعض الصعوبات. الحل يعني أول شيء أنك تنظم وقتك، المشاريع او الواجبات تسويها اول باول، ما تنتظر للديدلاين يعني عشان تسويها. ايضا انه تحاول تطور نفسك يعني قدر الامكان، تطلع على المصادر يعني لو اخرى، لو مثلا اليوتيوب او اي شيء يساعدك يعني، او حتى تسال الطلاب اللي الدفعات اللي قبلك، يعني اكيد انهم راح يعطونك، ما راح يبخلون عليك بشيء، وبالعكس ابوابهم مفتوحه يعني. طبيعي مثلا انا صراحه انا شخصيا يعني اصعب شيء يعني حصل لي في يعني في الجامعه تقريبا هو المستوى الخامس، اول ما تخصصنا في الكهرباء. طبيعي يعني انت توك متخصص، طبيعه مواد جديده بالنسبه لك، يعني اول مره يعني تبدا تدرس اشياء مره تخصصيه بالنسبه لك يعني، بس انه الحمد لله
مع المذاكرة والجد والاجتهاد قدرت أني يعني وتنظيم الوقت زي ما قلت قدرنا الحمد لله أن نتخطاها. يعني أنت تشوف أكثر مستوى واجهت فيه صعوبات اللي هو المستوى الخامس بحكم أنها بيئة جديدة عليك. نعم صحيح، بحكم أنها بيئة جديدة وبحكم أنها مواد صراحة كانت دسمة يعني شوي، بحكم أنك يعني جديد على التخصص فراح تكون شيء جديد عليك. ممتاز، يعني الحمد لله أنك قدرت تتجاوز هذه الصعوبات، واليوم أنت ما شاء الله خريج يعني. الحمد لله الحمد لله. ننتقل للسؤال اللي بعده، وش اللي يميز قسم الكهرب عن باقي الأقسام، وكيف تساعد معك قسم الكهرب خلال دراستك؟ طبعا الكهرباء بشكل عام مهمة جدا بحياتنا يعني، والمهندس الكهربائي دوره بالمجتمع دوره عظيم يعني ومقدر من المجتمع نفسه. طبعا القسم الهندسة الكهربائية في جامعة الملك سعود من أقدم الأقسام في المملكة ويمكن أقدمها حتى. يتميز صراحة الكهرباء بشكل عام قسم الهندسة الكهربائية أنه اللي تدرسه في النظري راح تطبقه في العملي في المعامل، راح تفهم أكثر من خلال أنك تطبق اللي درسته في المعمل، والمعامل كثيرة. أنا أشوف أنه مميزة الهندسة الكهربائية أنه المعامل كثيرة والتنوع في الهندسة الكهربائية، أيضا في 4 تخصصات داخلية يعني، بحيث أنه إذا ما مثلا ما أعجبك الباور في كوميونيكيشن أو في إلكترونيات أو في كنترول، وهذا صراحة يعني يثري الهندسة الكهربائية أنه فيها أكثر من تخصص. وايضا الالكتف كورسز يعني كثيره مقارنه بالاقسام الاخرى يعني، احنا الحمد لله 9 مواد انت كطالب لازم تخلصها كالكتف كورسز، من طبعا ال9 مواد هذه تختارها ممكن من 30 ماده، فانت لديك الخيار بمراجعه المشرف حقك، طبعا عندك الخيار ويعني تقدر تاخذ من كل بحر قطره. انا اشوف هذا اللي يميز الهندسه الكهربائيه. يعني أنت تشوف أن تنوع التخصصات اللي في القسم شيء كويس بيساعدك على توسيع مدارك فهمك. بالضبط بالضبط. ما شاء الله جميل. ننتقل للسؤال الأخير معنا في هذا اللقاء، وش الرسالة اللي توجهها مهندس عبد الرحمن لمن يرغب في دخول الكهرب أو المستجدين في القسم؟ أول شيء حاب أقولهم القسم ممتع ومتنوع وراح تتعلم أشياء كثيرة من القسم، لكن عليك بالجد والاجتهاد والحرص على الحضور والحرص مع المتابعة مع الدكاترة، أيضا عدم التأخر في تنزيل المواد، ويكون عندك خطة واضحة يعني للمواد، خصوصا أتكلم عن الإلكتف كورسز مع دكتورك طبعا المشرف حقك. وطبعا في نصيحة مهمة للطلاب اللي راح إن شاء الله راح يتخصصون في الديزاين جروب، يعني حاول إنك تنزل المواد اللي يطلبها منك الدكتور في المشروع التخرج في المستوى الثامن قبل ما تبدأ في المشروع، بحيث إنك تكون فاهم إيش المشروع يتكلم عنه. أيضا نصيحة لكل الطلاب يعني إنه عدم الاكتفاء بالمصادر اللي الكتب اللي مثلا حقت المواد، لأنه أحيانا خصوصا بمشروع التخرج قد يجيك موضوع معين غير مطلوب منك في المواد نفسها، فيعني حاول تطلع على البيبرز، موقع IEEE يقدم أشياء بيبر متنوعة في كل المواضيع الكهربائية، راح تجد أكثر من 10 الأوراق البحثية العلمية. فهذه نصيحتي لهم. الله يعطيك العافية مهندس عبد الرحمن، ما قصرت، معلومات مفيدة وإن شاء الله الجميع يستفيد منها. آمين إن شاء الله.